حينما ينطلق قطار العمل على روح المحبة والإخلاص، فإن ثمار الزرع تكون زاهية بأبهى ألوان التفاؤل. حكاية موسم جميل اختلطت فيه مشاعر كثيرة تحكي فصولاً من رحلة العمل الجاد وصولاً إلى المحطة الأخيرة. جنود البرامج الرياضية في البرنامج الثاني لتلفزيون سلطنة عمان أبوا إلا وأن يحكوا فصول هذه المحطة عبر تجمع ودي وأخوي به تفاصيل تحكي الجانب الآخر من حياتهم. فكم هو جميل بعد عناء موسم رياضي متعب في كثير من الأحيان أن نكشف روح الإخاء والصفاء التي تنتاب صدورهم دوما وأبدا. طبعا حبايبنا مشاهدين الكرام، هنا الحين فريق البرنامج الثاني جالسين في نادي عمان يتمرنوا، والحين جالسين يقسموا التشكيلة، خلنا نشوفهم. صارت عملية الاختيار بين الكابتنين سالم السالمي وسامح الدهشان. طبعا نشوف، يلا ابدأ سالم، تختار من؟ والله محمد زوايدي. لا تأشر زوايدي. نعم يلا زوايدي تعالني. كابتن سامح. حسين العمير. هذا واسطة. المعدين نشوف سالم. العاصمي. محمد العاصمي هذا المحلل. بقيك ها بعدين. البرحي. البارحي راح ما يريدك. تعال يريدوك. مطلوب. تعال يا نجم هنا مطلوب. سالم محترف. محترف معانا سالم. هذا اللاعب البرازيلي اللي انا اشجع البرازيل. هذا طبعا صديق البرنامج الثاني صالح الرحبي. نعم. خالد الشكيلي. من خالد الشكيلي. هذا الظاهر يجمع المعدين والنجوم. طبعا عندنا محمد القنوبي راح عند سالم. نشوف المباراة بعد شوية. الاستعدادات على قدم وساق والحماسة تشع من أعينهم والتوعد بلقاء حاد قبل بداية المباراة. طبعا هنا الحين لقاء سوبر بين السويق والعروبة. عندنا سويقاوي أبو تركي، كلمتك قبل بداية المباراة. والله احنا ان شاء الله جاهزين ونتفوق ان شاء الله على الفريق العرباوي اليوم. وش بترد عليه العرباوي سالم سالمي؟ ماخذين الدوري بطريقة دراماتيكية وإن شاء الله هني. يعني قصدهم ما يستاهلوا يعني؟ لا يستاهلوا، بس إن شاء الله هني بنثبت وجودنا. الميدان يا حميدان. خلاص نشوف الميدان. وانطلق اللقاء وبدت معها روح المرح سائدة، فبين رؤوس الحربة من الجهة الأولى خالد الشكيلي وحسين العميري، ومن خلفهم البارحي وسامح، وتصدى لهجماتهم من الجهة الأخرى سالم السالمي، وأمامهم محمد العاصمي ومحمد الزوايدي وصالح الرحبي ومحمد القنوبي، وشاركهم مجموعة من محبي البرامج الرياضية. هذا حسين يتحدى علي الحبسي الحين نشوف. ليش أبو تركي سلامات؟ والله إرهاق بدني صراحة. ليش الإرهاق؟ لأن بس كنا في معسكر يعني وما جاهزين بعدنا، معسكرنا 3 أيام بس. أشوف أن فريقكم كله يعني يلعب ناقص لاعبين، ما عند كله إصابات. ليش؟ كله من الوزن الثقيل، خالد شكيلي وحسين وصالح البارحي ماشي لياقة. صالح البارحة شفناك تتنرفز يا أخي في الاستوديو، تتنرفز وفي الملعب تتنرفز. ليش؟ ما لي أخسر. ما تريد تخسر؟ لا لأن في يا أخي هذه كورة فيها فوز وخسارة. أيوة فوز وخسارة، بس على الأقل نستمتع باللعب. بس لأن ما قادر نستمتع، اللي نستمتع باللعب مش مشكلة خسارة. زين، بما أن نحن اليوم ملتقين في نهاية الموسم وآخر حلقة اليوم الرياضة في أسبوع، يعني حسين العميري تعبك طول السنة صح؟ وإيش أسوأ موقف مريت فيه؟ الحين في الملعب. بس الحين في الملعب بس، لأن لا يرجع لا يدافع يضيع فرص. هذا أسوأ موقف مرة حسين العميري. كلمتك لمحبي الرياضة في سبورت.
والله نقول محمد زوايدي يقول النتيجة 10-8. أعتقد أن اليوم طبعاً آخر حلقة لبرنامج رياضي في أسبوع. نتمنى من الجميع يعني عدم يعني نسيان كل ما قلناه في البرنامج، على اعتبارنا احنا ننتقد من اجل الانتقاد فقط، لكن نتمنى ان شاء الله الجميع ما يكون زعلان علينا، وان شاء الله نبدا الموسم القادم ان شاء الله بشكل اقوى، وان شاء الله نشوف كل السلبيات اللي شفناها في الموسم تنتهي، وسامحونا عاد. الله يعطيك العافيه. طبعا كتكوت زي اقول لك يا اخي، شفناك انت واقف حارس وتطير، يعني تقول سوبرمان ما شاء الله عليك. تلعب حارس دائما؟ اجيد الحراسه طبعا، لكن ما شاء الله اليوم الشباب نفس الشيء، يجيد التسديد. بما سالم، بما ان نحن في نهايه الموسم وطبعا خلاص ختام الموسم الرياضي بالنسبه لنا كشباب القسم الرياضي، وش حاب تقول في هذه اللحظه؟ والله اقول الحمد لله رب العالمين ان الشباب ما قصروا في البرامج الرياضيه، سواء الرياضه في اسبوع اللي تبنى طبعا تصوير هذا الملتقى الكروي الجميل بين الشباب شباب البرنامج الثاني، وإن شاء الله نوعدهم الموسم الجاي يكون موسم أفضل من خلال التغطية في الدوري وحتى التغطية الرياضية حتى، وبرامج إن شاء الله تكون أفضل بإذن الله تعالى. وش أبرز حاجة صارت لك ذا الموسم؟ من أي ناحية؟ الناحية الفنية. الشوط الثاني كان أقصر من سابقه، والسبب ندعه للصورة فهي تحكي نفسها بنفسها. هذه هي أسرة مصغرة من البرامج الرياضية للموسم الحالي، والعذر لمن اعتذر لارتباطات عائلية واجتماعية وعملية. وهنا يحكي الرياضة في أسبوع روح الإخاء بينهم. انتهت المباراة. محمد العاصمي، طبعا شفتك تحلل حتى وانت في الملعب، يعني ما أعرف التحليل يجري في دمك تقريبا كذا بشكله، لكن الحكم ظلمنا اليوم. يعني كيف ظلم؟ لغى في الشوط الأول 6 أهداف، والشوط الثاني هم يلعبوا 7، شكل الحكم نايم. زين، بغض النظر عن النتيجة، واليوم نحن متجمعين في نهاية الموسم الرياضي، أريد منك كلمة للشباب الحلوين، شباب القسم الرياضي في البرنامج. حقيقة شباب رائعين جدا، اكتشفنا اليوم أنه في مواهب في التلفزيون غير اللي نشوفه كمذيعين أو في التنسيق أو غيره، شاهدناهم على أرض الملعب لاعبين كبار. أتمنى مثل هذه التجمعات تستمر في المرات القادمة ونستفيد منهم، نشكل فريق كذا للإعلام. مثل هذه اللقاءات كسر للروتين العمل، وأعتقد أنها فرصة للشباب على أساس أنهم يبرزوا مواهبهم. طبعا محمد العاصمي هو المحلل في البرنامج الثاني، الله يعطيك العافية. شكرا شكرا، الله يعافيك. سامح الدهشان يا مايكل جوردن، سامح الدهشان، يعني شعورك بعد الهزيمة؟ ما فيش هزيمة بين الإخوان، إحنا اللقاء النهاردة الغرض منه إن إحنا نجتمع ونلتقي مع بعض. شاتوني شفت؟ الغرض منه إن إحنا نتلاقى مع بعض كأخوة وأصدقاء وزملاء في العمل. الرياضة بتنمي مشاعر جميلة قوي بين الزملاء في الشغل، خاصة إن إحنا مجال عملنا هو المجال الرياضي، فجميل إن إحنا نلعب مع بعض وإحنا مسترخين برا جو المنافسة والتوتر والشد والضغط، فشيء جميل إن إحنا نتلاقى في الملعب ومشاعر جميلة جدا جدا جدا. بشكر اللي نظمها وأتوجه له بكلمة، هو أنت موسى. طبعا سامح هو يعني المعد في البرنامج الثاني، وهذا ثاني موسم حاله في القسم الرياضي، شعورك وانت بين هذول الشباب؟ والله بصراحه ما حسيتش بغربه، دي ثاني سنه ليا هنا في تلفزيون سلطنه عمان، شباب رائعين جدا على المستوى الاخوي، ما حسيتش ان انا هنا في سلطنه عمان غير بين اخواني واشقائي واهلي، ما حسيتش بغربه اللحظه. في العمل كلنا بنتفانى في 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 اخراج عمل لائق بتلفزيون سلطنه عمان، اتمنى ان يحوز على رضا المسؤولين وعلى رضا الجمهور طبعا، لان هو المتلقي رقم 1 لسلعتنا اللي هي الميديا. الله يعطيك العافيه. شكرا شكرا مرة. يا شباب قبل نختم نوجه تحية للأشخاص اللي صراحة قالوا لنا بنجي لكن قالوا لنا ما نجي. أول شيء مدرب الفريق خميس البلوشي أبو خالد قال لنا بيجي وقال لنا حياكم. أيضا أبو مالك سعيد المالكي رئيس قسم البرامج الرياضية نوجه له تحية. أيضا شباب الأستاذ محمد سيف الرواحي، ناصر الخنجري، يوسف الحارثي، يوسف الناصري، نبهان نبهاني، ممتاز البلوشي، وعذروني طبعا اذا نسيت اي اسم. طبعا لا ننسى بدر الغيثي اللي كان متواجد معنا طول الموسم، والشباب المراسلين من محافظة ظفار من بقيه المناطق والمحافظات، نوجه لهم كلهم الف تحيه. نروح نكمل مع الشباب الحين جالسين مستريحين، نرجع لكم بعد شوي. هنا اللي هم اللاعبين المحترفين، حسين العميري قالوا لي كنت مهاجم ورجعت حارس، ليش يا اخي؟ شوي في مشكله في الحراسه، يعني بغيت اصلحها. يعني قالوا لي انت حارس كنت تتحدى على الحبسي، ليش؟
والله يا اخي ترى انا اشوف ان احاول ان يكون مثلي الاعلى يعني وشكله بتجاوزه يعني. انت ما شفت شفتك والله عاد طيراناتك صراحه ما عليك لاحظها على الحكم صراحه يعني كيف ايش الحكم هذا الحكم شوف يضحك يعني بالله عليك هذا تحكيم ايش هذا يا اخي داود متابعه وتنسيق وهنا تلعب وصراحه ادبتهم كانك محترف والله اللعب كان زين لكن تعبنا ابو تركي هني يحتاج على الحكام في دوري عمان موبايل يحتاج على الحكام تعبنا صراحه ابو تركي وصالح البارحي نفس الشيء يا اخي اذا ما تعرفهم ايش يريد هين نجيب لهم حكام زين وش تقولهم يعني ها وش الحل معهم خلهم يلعبوا بدون حكام لما يلعبوا مباريات مره ثانيه يلعبوا بدون حكام اللاعبين كانوا غير متعاونين في الملعب يعني للاسف بكتف تقريري واللي سأرفعه للجنة العليا لحظة عندنا الحين حوار صريح على الهواء مباشرة حسين العميري داود سالم مو باغت خلنا يعني هو ظلمنا اليوم زين ظلمنا كابتن داود يعني احنا المفروض فايزين ويخصم شوية ويخصم علينا زين ايوه ما عليكم دائما المهزوم دائما هذا اعذار لكن احنا عندنا كاس العالم شاطئية شهر 9 اذا جاب نتائج مسموح خلاص شاهدين وايش ترد عليه والله ان شاء الله هذا ان شاء الله وين لا انا ما بحكم ولا بلعب صديق البرنامج الثاني جبت هاتريك اليوم طبعا صالح رحبي صديق البرنامج وين هاتريك اكثر كان الحكم لا بس انت احتسبتهم الاهداف في النهايه شعورك وانت بين هذول الشباب صراحه فرصه سعيده كان التقي بالشباب وجزاهم الله خير على هذه الدعوه لكن الحكم صراحه ظلمنا يعني اليوم يا اخي كلهم طايحين على الحكم ليش سلايبه كلهم محمد القنومي طبعا متدرب طالب قسم الاعلام من جامعه السلطان قابوس صراحه يا اخي بدعت الوحيد اللي لعب بدون جوتي لكن صراحه مأدب شعورك وانت بين هذه الكوكبه بس اكتشفت حاجه يعني تدربت معهم اسبوعين وبأمانة كانوا الكل عارف انهم متميزين في مجال الاعلام من مذيعين ومحللين هنا اكتشفت حاجه انهم ايضا لاعبين متميزين كان لي الشرف ان اتواجد معهم اليوم العب هذه المباراه والحمد لله رب العالمين استفدت كثير سواء من الناحيه الاعلاميه او حتى في مجالكم بترجع لهم بعدين ان شاء الله بقوه بعد يقولوا عندك موهبه التعليق نبغى نسمع منك احلى تعليق تو انا لحد الحين هاوي التعليق نسمع يعني تخيل عندك هدف صالح البارحي راس حربه والحارس حسين العميري كيف بتوصف ذا الهدف صالح البارحي يتقدم صالح البارحي يراوغ وعرقلة من الأستاذ سامح في منطقة خطيرة هل يفعلها صالح البارحي ويحرز أولى الأهداف إذا ننتظر من صالح يترقب صالح يتأمل في هذه الكرة هل يحطها حط في الشبكة يلا يا صالح بيسدد يا الله يا صالح يا أخي طولت واجد كأنك كابتن ماجد يعني لحظة سالم هذا يتحداك ترى في التعليق ويش ترد عليه خلاص علق والله أتمنى له التوفيق صراحة سالم السالمي المعلق الجميل اليوم جميل اكيد بس خربت الجوتي ترى شوف جوتي 3.5 عشان هالمباراه يختار مباراه واحده يعني ما انت لاعب محترف لازم تكون متهيئ لكل الظروف لكن هذا طبعا حسين العميري اشكر اللي خلف الكاميرا اللي صورنا من البدايه خلفان البكري طبعا مشكور لكن ما صورته يعني خذ الكاميرا دائما يقول لك الرجال يعني الاعلام يقف وراءهم رجال في التصوير تحيه لك ساخ الفان صفقوا له شباب سامح والله شكر خاص اكيد لك حسين ولصالح واتحفتونا ببرنامج الرياضه في اسبوع اكيد وتصور اليوم هذا التجمع الجميل والرائع يعني اكبر دليل على نجاح هذا البرنامج المتابع يعني شاهدت فيك مجروح يا حسين لكن البرنامج كان اكثر من ناجح وشكلت ثنائي طبعا مع قلب الدفاع الدول السابق صالح البارحي المصاب طبعا في اربطه الركبه ونتمنى ان شاء الله تعالى ان هذه التجمعات تتكرر في المستقبل وبالتوفيق في الرياضه في اسبوع يا كيخيا شكرا كنا في جولة سريعة مع شباب القسم الرياضي في البرنامج الثاني وصلنا لنهاية الموسم عذرونا إذا ثقلنا عليكم طبعا حسين الله يهديه تعبنا يعني طول الرياضة في أسبوع لكن أوجه لك تحية يا حسين وإن شاء الله نشوف البرامج الرياضية والرياضة في أسبوع في الموسم القادم بحلة جديدة فانتظرونا مع السلامة